تحية متجددة لكل مشاهدينا الكرام على شبكة الانترنت وعلى قناة الوحدة الدمشقي على شبكة الانترنت. هنا تلعب ركلة البداية لأحداث مجريات الشوط الثاني بين أقصر لاعب في المباراة سي الشيخ وأطول لاعب في المباراة علي صلاح، هم الذين نفذوا ركلة البداية لأحداث مجريات الشوط الثاني. الشوط أول ودعناه بتقدم برتقالي بهدفين رائعين لحمد المصري ولنهاد الحاج مصطفى، اللاعبان الذين لم يكن أحد يتوقع أن يسجلا هذا المساء، لكن هم أتوا بالحل، هم أتوا بالفرحة البرتقالية بأحداث مجريات الشوط الأول. نأمل أن تتكرر الفرحة في الشوط الثاني أمام الفتوة الخطير هذا المساء. هنا كرة أمامية لمصلحة الوحدة لكن تبعد من دفاعات الفتوة، طبعا 19 مواجهة بين الفريقين، 9 انتصارات الوحدة، 6 حالات تعادل و4 حالات فوز للفتوة، بينما كرة أمامية لمصلحة رأفت محمد لكن تبعد إلى رمية تماس، نعم هي رمية تماس برتقالية. طبعا مرة واحدة فاز الفتوة على الوحدة في دمشق عام 2009 بهدفي عمر السومة وعدي جفال، لا أعتقد أن هذا سيعاد هذا المساء لأن البرتقالي متقدم بهدفين مقابل لا شيء أمام الفتوة، والفتوة في أحسن الأحوال قد يعود بالتعادل لا سمح الله. هنا خطأ لمصلحة الوحدة على التنفيذ يحيى الراشد، بينما آخر فوز للوحدة يعود لعام 2008 بهدف عمر خليل في شهر إبريل، لكن هنا كرة عرضية ستكون عرضية لمصلحة البرتقالي أم ماذا؟ يحيى الراشد لعبها لرأفت محمد، عرضية من رأفت لكن أبعدت من دفاعات الفتوة، أمامية مرتدة خطيرة لمصلحة الفتوة، انطلاقة في منتصف ميدان، تمريرة ممتازة بينية أمام المدافعين أمام عناد عثمان، لكن بكل اقتدار عناد يبعد الكرة إلى رمية تماس لمصلحة الفتوة، لكن أكبر نتيجة كانت لمصلحة الوحدة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، حدثت مرتين، مرة في دمشق ومرة هناك في دير الزور في ذلك الملعب الصعب هناك في دير الزور. لا تعود الفرق كثيرا بحالات انتصار من مدينة دير الزور أمام الفتوة، غالب اللقاءات يكون الانتصار لمصلحة الفتوة في ذلك الملعب الصعب لأصحاب الاسم القديم اسم غازي، لكن اليوم الغزاة لم يغزوا الشباك البرتقالية، بينما عرضية خطيرة نعم غزوا الشباك البرتقالية، غزوا الشباك البرتقالية بهدف أول لمصلحة الفتوة، هدف أول لمصلحة الفتوة لمصلحة أزرق الدير أو لمصلحة إيطاليا كما يحب جمهورها أن يلقبه. وسط تلاكؤ دفاعي وتباطؤ دفاعي برتقالي منذ البداية، خشينا من هذه البداية، خشينا من صحوة اللاعبين الفتوة، صحوة أبناء الدير في هذا الشوط الثاني. هنا العرضية، شوف الاستقبال ممتازة كانت من سليمان سليمان، ممتاز الهدف الأول لمصلحة الفتوة بكل صراحة، هدف ممتاز، استقبال الكرة في أقل من ثانيتين على قدمين باليسار مرة وباليمين مرة، لكن نأمل أن تكون هذا الهدف هو عامل الصحوة لمصلحة البرتقالي وأن المباراة لم تنتهي لمصلحة أبناء المحروس إلى الآن. الفتوة قادر على العودة، أبناء هشام خلف قادرين على العودة في هذا اللقاء بكل تأكيد، بينما كرة أمامية لمصلحة عناد عثمان لكن تمريرة خاطئة، أقرب في منتصف ميدان لمصلحة فتوة لكن تقطع من نهاد إلى يحيى، أمامية من يحيى لمصلحة سي الشيخ إلى سي الشيخ، سي الشيخ سي الشيخ عرضية لعلي صلاح لكن بعيدة، بعيدة تذهب إلى ركنية، لم تذهب إلى ركنية، عادت لاعبي الفتوة لكن يحيى يغطي بشكل ممتاز إلى سي الشيخ على العرضية سي، لكن أقرب إلى فاتح العمر، أقرب إلى فاتح العمر يستقبلها بيده 2-1 نعم كما نشاهد. والدقيقة تشير إلى الدقيقة 55، 10 دقائق منذ بداية الشوط الثاني في هذا اللقاء. الفتوة صاحب 4 مرات حاصل على لقب كأس الجمهورية، بينما حصل على لقب الدوري مرتين عام 90 91، بينما كرة خطيرة لمصلحة الفتوة، مرور ممتاز، عرضية ممتازة لكن أقرب إلى عدنان، خطيرة جدا، الحمد لله سيطر عليها عدنان حافظ، سيطر عليها عدنان وبالسلامة يا الحافظ، بالسلامة يا عدنان، بينما كرة أمامية لمصلحة وحدة عناد عثمان ينطلق يتقدم، لا يمرر عناد، يمرر الآن لعلي صلاح، علي إلى من يا علي، إلى من يا علي، صوب علي لكن بعيدة، صوب علي صلاح أول تصويبات الشوط الثاني لكن بعيدة كانت الكرة، من جديد عناد عثمان، عناد إلى حمدي هل يكون الثنائية، تصويب لكن فاتح العمر يتصدى، فاتح يتصدى للكرة الأخيرة من حمدي المصري، بينما هنا تبديل أول يعود العكاري إلى أجواء المباريات، يعود إلى الشوط الثاني من لقاء الفتوة، يخرج يحيى الراشد وسط تحية كبيرة من قبل جماهير البرتقالي، يحيى يرتفع مستواه مباراة بعد أخرى، هذا الكلام بكل تأكيد واضح لدى الجميع. تعود الكرة لمصلحة الفتوة أمام منطقة الجزاء البرتقالية، خطير عمر السومة يلعب الكرة تصطد في دفاع البرتقالي داخل منطقة الجزاء، قد تكون خطيرة، حذاري من هدف التعادل في هذه اللقطة يا وحدة، حذاري من هدف التعادل يا مدافعي الوحدة، سقوط داخل منطقة الجزاء، الحكم ماذا يحتسب؟ اعتراض كبير من لاعبي الفتوة، أوه حالة طرد،
حالة طرد على لاعب الفتوة، لا نعلم من هو لاعب الفتوة الذي حصل على الكرت الأحمر. سنرى سنتابع الآن ماذا حصل. تدخل مدرب الفتوة أيضا هشام خلف، يعني هشام خلف مدرب قدير، لكن هنا اعتراضات كبيرة على حكم هذا اللقاء. الحالة لم تكن واضحة بكل صراحة، هي حالة تمثيل ربما، وإنذار ثاني على واصل سليمان. نعم على واصل سليمان يتعرض لحالة طرد في هذه اللقطة الماضية أمام مدافعي الوحدة، واعتراض كبير وكبير من هشام خلف. على فكرة هشام خلف هو صاحب الفضل بفوز الفتوة بلقب كأس سوريا لبنان عندما سجل هدف هناك في لبنان وفي دير الزور عفوا، وسجل هدف التعادل هناك في لبنان أيضا. تلك البطولات التاريخية التي حققها فريق الفتوة، بينما هنا الفتوة لا يعاني يعاني طبعا ولا يستعيد ذكرياته التاريخية بطرد لواصل سليمان، بينما ركلة ركنية لمصلحة الوحدة على التنفيذ عبد الرحمن العكاري اللي ننتظر أهدافه بكل تأكيد، ننتظر أهدافه، لكن يلعب عرضية ليصنع هدف. حمدي ممتازة إلى علي، استقبال روعة، دوران روعة، لكن تصويبه في أحضان فاتح الحاج عمر، في أحضان فاتح الحاج عمر، بينما انفراد الوحدة لعلي لصلاح لهاشم، والوحدة مع الفتوة حازم. الله يا علي، اعذرني يا علي صلاح، اسمك تغير واصبح علي افراح، علي مداوي الجراح على شط الفرات، ريح وارتاح علي صلاح، خلاص مدام استلم يعني شوف الكرة في المرمى، شوف الاستلام، شوف التصويب، يا سلام، الله على الصاروخ، الله على الانفراد، يا عيني يا علي، خامس أهدافه، خامس أهدافه في الدوري في أربع مباريات، 3-1 الدقيقة 81 والأفراح اشتعلت والنيران اشتعلت، خلاص ولعوها أبناء المحروس، ولعوها أبناء المحروس، ولعوها البرتقاليين هذا المساء، 3-1 علي صلاح، ريح وارتاح، ريح وارتاح علي صلاح صاحب الرقم 77، ينهي على المهمة الثامنة في الدوري السوري، على المرحلة الثامنة في الدوري السوري. علي صلاح يخرج الآن بعد أن قضى على اللقاء، ويدخل بديلا له باسل العلي، باسل العلي لتأمين الجوانب الدفاعية، بينما حمدي المصري لا يكل ولا يمل عن الهجوم رفقة زميله البراك المتميز عبد القادر الذي أثبت نفسه. شوف عبد القادر البراك يمر يعيد الكرة إلى الخلف للتمرير للاستحواذ على الكرة، أكثر من تمريرة على الأرض، يا سلام على الأرض، أين من ينتقد الأداء البرتقالي؟ الكل يلعب على الأرض بتقنية كبيرة، بأداء عالي، بمزاج عالي، وسط الأمطار ووسط الضباب، لكن الوحدة يرى جيدا، الوحدة يرى جيدا بكل تأكيد هذا المساء. أمامية، تمريرات متميزة إلى العكاري، يصوب عناد، عناد العكاري كملها جول، لكن أبعدها فاتح، أبعدها فاتح العمر إلى ركلة ركنية برتقالية، لكن الكرة أمامية عند سيشيخ، سيشيخ يمر يلعبها إلى نهاد الحاج مصطفى، نهاد الحاج مصطفى مر صواب، الله وسط الضباب، نهاد ما خاب وللمرمى مرتين صاب، والذهب غالي ولا بيوم عرف الصدى والنحاس، لمسة وإحساس يا نهاد، لمسة وإحساس يلي عاد الأمجاد، قاذفة الصواريخ تعود للحرب والميدان، وما أثر عليها لا شك ولا نسيان. الله يا نهاد الله، 4 صاحب الرقم 4 أنهى اللقاء بالهدف الرابع، والآن ينتهي اللقاء بصافرة حكم هذا اللقاء بفوز برتقالي كبير بأربعة أهداف. لا لم تأتي الصافرة، لم تأتي الصافرة، بينما صاحب الرقم 4 سيخرج من هذا اللقاء، صاحب الرقم 4 قاذفة الصواريخ نهاد الحاج مصطفى يخرج ويشترك بديلا له أحمد قاشيط. إذا نهاد خرج والصافرة لم تأتي، لكنها ستأتي بكل تأكيد بعد قليل، صافرة حكم هذا اللقاء بالرباعية البرتقالية المستحقة هنا في العباسيين. الوحدة قضى على الفتوة، وينتظر الشرطة على أمل اللقاء بكم بأحداث ومجريات ولقاءات برتقالية قادمة. دائما ابقوا عبر قناة الوحدة الدمشقي، تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.